معدل قد ايه بتشوف حد تبقى عارف ان هو عامل تجميل؟ كتير جدا. النهارده عايزك توصف لي تفاصيل هذا الكفاح المسلح. لا انا طبيب في الاساس، طبيب مهمته يعالج. ناس كمان ثقافتها في الاسنان، لا احنا قدامنا سنين. اي وصفه بعيد عن طبيب الاسنان في الاخر مصيرها تدمير الاسنان. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة، تخصص في مجال تجميل الأسنان، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان، عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك، أحد مطوري حشوات الأسنان التجميلية. أهلا بكم. علم الأسنان وطب الأسنان فيه كثير جدا من التخوفات، وفيه كثير جدا من المغالطات التي تصل إلى مرحلة اليقين، وعندما تغير هذا اليقين في ذهن الناس يصعب جدا جدا تغييره إذا ما مرت عليه سنوات طويلة من التصديق. عندما تأتي لمريض فتقول له مثلا أن زراعة الأسنان أصبحت أمر ميسور وسهل ومضمون وهو الحل الأفضل لحالة فقد أسنان، ربما ستجد الكثير جدا من التكذيب والتخوفات. ربما عندما تقول لمريض انه مثلا الأشعة تطورت بشكل كبير جدا ما زالت عند الناس تخوفات من الأشعة. عندما تقول ان لبعض الناس انه علم الأسنان الآن الحديث بدون ألم ستجد معارضات كثيرة ويقول لك لا انا ممكن اروح في اي حتة الا لدكتور أسنان. حوار النهاردة فيه الكثير من المعتقدات، الكثير من الألوان، وايضا الكثير من الاتهامات. مع ضيفي القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ دكتور نور الدين مصطفى. أهلا بيك دكتور. أهلا بيك يا دكتور. الحقيقة أنا عايز أبدأ من منطقة مهمة جدا في الحوار، وهي منطقة الألوان. طيب. منطقة الألوان منطقة سيكون فيها أسئلة قد تكون ساخنة للغاية، ولكن ربما أبدأ بالأقل سخونة ثم ترتفع درجة الحرارة لكي تصل إلى المرحلة التي يكون فيها الصراحة ربما مزعجة للغاية. دعنا نبدأ. جاهز؟ جاهز. دعنا إن شاء الله. أبيض أسود أم رمادي؟ السؤال الأول طبعا ثلاث ألوان وكما تعلم أبيض أو أسود أو رمادي. الأبيض هو الصواب المطلق أو الصح المطلق، والأسود الخطأ المطلق، والرمادي أترك لك حرية التعبير بهذا اللون العجيب. عندما أقول أو يقال لمريض متخوف من الذهاب إلى أي منظومة طبية لعلاج الأسنان خوفا من الألم، أنت واهم، الألم غير موجود، فتجد من يقول لك غير موجود مين يا عم؟ ده أنا امبارح كنت عند دكتور وامبارح كنت في حتة وطلع عيني وما نمتش من الألم وبقالي شهر باخد مسكنات من ساعة ما رحت للحتة الفلانية. تمام. أيهما أصدق؟ مين منهم الأبيض ومين منهم الأسود ومين منهم الرمادي؟ اللي دافع عن الألم أو اللي ما فيش ألم، ولا راح وطلع عينه وشاف الألم ألوان؟ تمام. لو هنتكلم على الحالة هنقول أبيض، لأن ستيل لغاية دلوقتي احنا لما قلنا إن علاج إن طب الأسنان اتطور وتقدم وبقينا بنعمل علاج من غير ألم إن شاء الله، وعلاج العصب بيتعمل في ساعة، والتركيبات بتتعمل في ساعة بجهاز السيريك، وكل التطور ده هو ده مش موجود في كل الدنيا. فبالتالي ستيل في ناس لما بتروح عند دكاتره بتعمل معاها بالاولد ويز او بالطرق التقليديه، فبالتالي الحالات بيحس بالم او بيعمل علاج عصب على ثلاث مرات ويقعد شهر يعمل فيه، طبيعي يحس بالم. فبالتالي الحاله اللي بتقول كده اكيد مش يعني ايه اللي هيخليها تكذب اذا كانت هي اللي عانت، لكن في الحقيقه هو في فعلا علاج بدون الم في طب الاسنان، في علاج ناجح في طب الاسنان، في علاج عصب بيتعمل في اقل وقت، في تركيبات بتعمل بجهاز سيريك بمنتهى الدقه وبمنتهى السرعه، في علاج لسة بيتعمل دلوقتي لو عندنا ريسيشن يعني عندنا انحسار في اللسة، عندنا انكشاف للجذور، عندنا كل الحاجات خلاص متاحه وان شاء الله متاحه بدون الم، بدون ألم واحنا شغالين. وهم بعد الشغل بنكتب العلاجات الصح بيحصل كنترول للبين او للألم، لكن في الحقيقة هو عند الناس اللي عندها تقدم في الطب وعندها
اجهزه كويسه، فبالتالي هو بيقلل الم جدا، هو بيبقى زيرو. وهنا لازم اقول نقطه، ان هو اصلا دور التكنولوجي ايه؟ دور التكنولوجي ان انا بقلل الوقت، فبالتالي بقلل اللود او الحمل على الحاله، فبالتالي بقلل الالم. بزود الاكيرسي او الدقه، فبالتالي بالغي قصه البوست اوبرتيف بين او الالام اللي بتيجي بعد الشغل، لان انا لو اشتغلت صح يبقى ان شاء الله الحاله هتمشي صح، هيبقى باذن الله مش هيحصل الم. التكنولوجي مهمتها في الاخر انك تحصل على نتيجه كويسه وان شاء الله بدون الم. مريض فقد جزء من سنه فبقي جزء اخر، فقيل له او سمع منا في الاراء انه ينبغي خلع هذه السنه، تخوف ما بعده تخوف من خلع الجزء المتبقي من السنه اللي هو يعتبر نص السنه وممكن يعيش بهذا النص، هل هذا التخوف تراه ابيض ام اسود ام رمادي؟ لا ابيض طبعا، تخوف لازم ابيض، لازم يخاف، لازم يخاف. حضرتك ممنوع اشيل السنه غير وانا متاكد ان السنه دي ملهاش حل علاجي. يعني حضرتك لو انت جيت بسنه مكسوره، ما حضرتك لسه احنا كشفنا لقينا الجذور وضعها ايه، لو لقينا ان الجدر بتاعنا ينفع نعمل فيه علاج عصب، وبعد ما نعمل علاج عصب نقدر نعمل له بوست وكور ونبنيه ونعمل له كراون تاني. دي حالات احنا شغالين فيها من بقى لنا 18 سنه الحمد لله، النهارده خلاص هو سنته سليمه. فما ينفعش قرار اللي هو انا عندي سنه فيها مشكله ايا ما كانت المشكله اخد قرار بالازاله. قرار الازاله ده لما يبقى عندي مشكله كبيره، مشكله ملهاش حل. واما باجي بقى ازيل هنا ببدا استخدم اجهزه معينه اللي بتبدا تخلي الحاله الشيل نفسه ما يبقاش صعب. يعني هنا احنا عندنا سنه هوبليس خلاص فيها فوركيشن انفولفمنت، يعني خلاص العظم انحصر لغايه ما عدى منطقه التقاء الجذور مع بعض. هنا من غير ما نعذب الحاله بنبدا نستعمل جهاز، وده من احدث الاجهزه في العالم، اسمه البيزوتوم. احنا عندنا بيزوتوم 2 وده احدث حاجه، احدث جهاز. الجهاز ده بيتعامل مع العظم بمنتهى الرقه. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي هخلع، بيبدا يقطع الليجمنتس اللي حوالين السنه وبيعمل اكسبانشن، بيوسع الروابط اللي ماسكه في السنه، ماسكه السنه بالعظم، وبيوسع العظم شويه، فبالتالي بنعرف نخلع السنه اتروماتيك. الحاله دي هنا مهمه ليه؟ هنا احنا قررنا نخلع، مش انا قبليها على طول بقول لك ابيض ممنوع يخلع، لان السنه اقدر اعالجها. طيب الحاله بقى مش عالجها، يبقى هنا البديل بتاعي ايه؟ ان انا ازرع. طيب بما ان البديل بتاعي الاساسي رقم واحد ان انا ازرع، يبقى لازم وانا بشيل السنه يشيلها الدكتور اللي هيزرع. الهدف ايه؟ الهدف الحفاظ على اكبر قدر ممكن من العظم حوالين السنه ان انا اللي هنخلعها عشان نزرع مكانها. جهاز زي البيزوتوم هو من اكتر الاجهزه او الجهاز اللي بيخلينا نخلع السنه اتروماتيك، يعني بدون ضغط، بدون تحميل، بدون تكسير للعظم، فبالتالي احنا بنخلعها وبنسيب العظم بتاعنا سليم، نقدر نزرع عليه اميديت. يعني السنه دي اتخلعت اتزرع وقتها في نفس الوقت السنه او الجدر التيتانيوم اللي احنا بنشتغل بيه بعد كده. عندما تفقد سنه او مجموعه من الاسنان في من مريض، هذا المريض او هذا الشخص لا يفكر ابدا في الزراعه، ويعتقد ان الزراعه طريق اول مكلف، طريق هياخد وقت طويل جدا، مشاكله كثيره جدا، مؤلم للغايه، وهو يعني طريق كله مضاعفات، كله مشاكل، طريق مكلف، طريق الشوك. هل هو طريق الشوك؟ هل هو طريق ابيض ام اسود ام رمادي؟ لا اعتقاده ان هو طريق الشوك يعني اعتقاد اسود، اعتقاد اسود، ده مش صح خالص. لكن هو طريق، طريق ده طريق السلامه، طريق السلامه طبعا، طريق ابيض، طريق السلامه طول عمرك طبعا، هو طريق ابيض، طريق السلامه، طريق اللي يفيدك طول عمرك. ليه بقى؟ هاجي الاول هنشيل الحاجات اللي حضرتك قلت عليها. رقم واحد، الزراعه من اسهل العمليات اللي بتتعمل في طب الاسنان، لان حضرتك لو قلت لك ان احنا بنزرع السنه، لو السنه العظم بتاعنا مناسب وهنزرع على طول من غير ما نحتاج نحط عظم، السنه بتزرع في افريج 10 دقائق، وانا بقول 10 دقائق واللي عايز يجي يعني عنده عظم كويس ومتصور كون بيم ويجرب، هي 10 دقائق هيكون زارع، ما كنتش محتاج بس يحط عظم، تمام؟ ايه في طب الاسنان بيتعمل في 10 دقائق؟ هات لي اي اجراء بيتعمل في طب الاسنان في 10 دقائق، علاج العصب بياخد على الاقل ساعه الا ربع، تمام؟ فبالتالي الوقت قليل جدا، وقت العمليه نفسها. طيب هاجي بعد 3 شهور
لو احنا بنتكلم على الاسنان الخلفيه هنبدا نحمل على السنه دي وهتاكل عليها بنسبه 99%. ده يبقى انت كده خدت حاجه زي اللي ربنا خلقها على طول. طيب حضرتك ترضى، هنتكلم بقى هو ليه الطريق الابيض الكيس دي، الفرق ما بين الحاله دي وبين ده وده اللي هنشوفه، الاولد ايج اللي بدا يتحول له ده وان بقى شكله كبير كده زي ما انت شايف التغيير اللي بيحصل، وهنشوف شكله قبل وبعد. الفرق مش سنين، ده ممكن اسابيع. الفرق اسنان. يعني ايه الفرق؟ هنا ممكن يكون سنه او سنتين، بس هنا خلع سنانه فتحول للشكل ده. يبقى الفرق بين الشكلين دول هو فرق وجود الاسنان من عدمها، مش فرق وجود سنين. الراجل ده كان ممكن يكمل يبقى عنده 70 سنه بنفس الشكل لو سنانه موجود ومتحافظ عليه. طيب علشان احافظ على شكل اسناني كده، احافظ على شكل وشي كده، ما عنديش حل غير الزراعه. سؤال فيه اتهام، فيه رائحه اتهام. طيب. يتهم المراكز التي تحتوي على كومبين بانها بتعمل الكومبين بلغه بسيطه لكل الحالات. طيب. التي تحتاج والتي لا تحتاج. حاجة. هذا الاتهام ابيض ام اسود ام رمادي؟ اسود. 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 ليه؟ لان ما فيش حاله ما بتحتاجش كومبين. هل ده في الكتاب كده؟ هقول لك. حضرتك دلوقتي جاي هتعمل مثلا سكيلينج، هتعمل تنظيف جير، ولقينا شويه انحصار للسه، تمام؟ هنا احنا لازم من ضمن التشخيص بتاعنا نعمل كومبين، نعرف ليفل العظم الحقيقي فين بالظبط. هل التاكل ده جنرالايزد يعني في كل الاسنان ولا لا؟ احيانا بيبقى عندك يعني تاكل في العظم في جنب والجنب الثاني هيبدا بدايته، دي بتبدا تشوفها في الكومبين. عندك حاجة واحد جاي يعمل علاج عصب، انا شايف ان دلوقتي اي دكتور علاج عصب ما يصحش يشتغل من غير كومبين، لان الكومبين الحاجه الوحيده اللي بتبين له القنوات بتاعته بالظبط. عندك هتزرع، ما ينفعش بقى خالص 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 تيجي كيسز تيجي تقول لي انا رحت للدكتور وقال لي اعملي بانوراما عشان نزرع. ما هيك ما في مراكز بتعمل. انا مش بقول على فكره ان الكومبين يبقى موجود عندك في العياده، ده انا ما بنقولش كده، لكن لازم تشوف صور كومبين او اشعه ثلاثيه ابعاد عشان تعمل زراعه. تعمل زراعه ازاي؟ تعرف حجم العظم قد ايه؟ تعرف كواليتي العظم ايه؟ ولا انت هتفتح وتكتشف؟ يعني هتفتح مع الحاله تقعد تكتشف معاه العظم سبونجي ولا دي تايب سبونجي ولا اسفنجي؟ اسفنجي ولا كومباكت ناشف؟ ناشف. ما هو كل نوع عظم، انت لو دكتور خبير في الزراعه فانت كل نوع عظم بتتعامل معاه بطريقه معينه، حجم العظم بتتعامل معاه بطريقه معينه. في فقره الالوان كنت اللون الابيض كان مسيطر عليك النهارده. تمام. بحكم زملكاويتك طبعا. لا بس انت اللي سالت الاسئله، بس جرافاتك تناسب اهلاويتك. الخطين الحمر انا ما بس انا ما بنتنصلش باللون الاحمر على فكره. طبعا موجود عندنا. جرافات شيك قوي والجاكيت حاجه شيك جدا. الاهلي والزمالك الاثنين احلى من بعض. طبعا 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 ده اللي يفرحونا. طيب تعالى نروح بقى للجاني والمتهم والبريء. جاني متهم ام بريء؟ هذهب الى سؤال تقني او سؤال فني. بالطبيب الذي يجري عمليه زراعه ويحدث مشاكل في الجيب الانفي، لم يراعي بعد الجيب الانفي اثناء اجراءه، ده مشكله على فكره شهيره جدا طبعا. هل هذا الطبيب في تصنيفكم جاني ام متهم ام بريء؟ جاني. جاني طبعا طبعا، ما يعني بما لا يدع مجالا للشك. حضرتك دلوقتي جاي تزرع، تمام؟ رحت لدكتور الزراعه اول حاجه قال لك نعمل اشعه ثلاثيه الابعاد زي ما احنا متفقين، لان هو ما يصحش اشتغل دلوقتي زراعه من غير اشعه ثلاثيه الابعاد ما دام اتوفرت. زمان احنا كنا بنشتغل زراعه من زمان قبل الكومبين، تمام؟ بس كان لها اجراءات وطويله جدا، تاخد مقاسات للعيان وتعمل تريسنج وتشوف العظم فين وبتصوره بانوراما وتحاول تاخد الطول، بتعمل اجراءات طويله جدا وبتفتح تلاقي مفاجات، فلازم تبقى ايه شاطر قوي. طب دلوقتي ربنا اكرمنا وبقى عندنا تول واداء بتخلينا شايفين، ماسك الفك في ايدي بحركه يمين وشمال وبحط الزرعه بتاعتي فيرتشوال فشايفها وشايف التركيبه اللي هركبها كمان 3 شهور او كمان شهر حسب نوع الزرعه. فما عنديش حجه. طيب حضرتك عندك بقى الكومبيم، قريت الكومبيم، حضرتك شفت الجيب الانفي فين؟ طيب شفت الجيب الانفي وعارف ان هو يعني قريب، لازم تعمل عمليه رفع جيب انفي زي اللي احنا هنشوفها. جهاز البيزوتوم 2 واحد، ده جهاز بيرفع الجيب الانفي؟ لا ده احدث جهاز لرفع الجيب الانفي، لانه بيرفعه بشكل هيدروليكي، يعني احنا بنعمل الفتحه الصغيره
وهو بيزق الجيب الانفي من غير ما يقطعه. يعني هو دي 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 اهم حاجه في البيزوتون 2، ان هو بيزق الجيب الانفي بضغط مائي معين، فبالتالي الجيب الانفي بيترفع وبنحط العظم بتاعنا. انا بقى شفت كيسز الدكتور استعجل، لقى كميه العظم قليله، حاطط حاطط شورت امبلانت قصيره، حمل كان كبير، الدنيا ما كانتش مظبوطه. لا حضرتك بيجي لك الكيس وتلاقي في ان الجيب الانفي في تضخم وان العظم قليل، حضرتك لازم تعمل عمليه جيب انفي كامله، تتعمل صح، تقول للحاله حضرتك هتستنى، لو هي يعني كميه العظم قليله قوي يبقى هتعمل عمليه رفع جيب انفي كامله، فدي هتقعد 6 شهور عشان تزرع. ولو جزئيه يعني في عندنا مثلا 6 8 مللي، يبقى في الحاله دي هنزرع ونعمل عمليه رفع جيب الانفي في نفس الوقت. انما غير مقبول ان انت تقوم داخل في جيب انفي من غير ما عامل انفستيجيشن او عامل التشخيص بتاعك السليم. طيب السؤال القادم سؤال يعني في نوع من المكر شويه وبرضه من الاستغراب، يعني حتى واحنا وانا بحط السؤال يعني فكرت وانا هحطه ازاي. لو فرضنا ان مريض مستعجل عايز يعمل زراعه بسرعه او الى اخره، هل لو الطبيب طوعه، هل الطبيب في هذه الحاله في الاستعجال يعني هل الطبيب يكون متهم ام جاني بريء؟ ده السؤال. طب لو النتيجه طلعت غير مرضيه، مين فيهم بقى المتهم والجاني والبريء؟ تمام، هما اكيد ما فيش حد فيهم بريء، الاثنين مش برا. الاثنين هو هنا دي متهم. الاثنين متهم. ليه؟ لان ممكن يكون الحاله تنفع تتعمل بسرعه. ما احنا في حالات، في عندنا حاجه اسمها ايميديت امبلانت باللود، يعني بتحط الامبلانت وبتحط عليه اللود، بتحط السنه الفاينل. بس دي حالات معينه. الحاله لو لقيناها تنفع يبقى هنعملها. ايميديت، وما دام الكيس مستعجل احنا عندنا نوع من الزرع اسمه روك سوليد، ودي احدث زرعه في العالم، زرعه رقم واحد، اللي بتستعمل في تكوينها تيتانيوم وزيركونيوم مع بعض. دي بينفع نحمل عليها بسرعه، والاسنان الاماميه بينفع نحمل عليها بسرعه، فبالتالي في بعض الحالات بينفع نركب فيها نحط الامبلانت ونفاينل الكيس بسرعه، وفي كيسز ما ينفعش. يبقى بالتالي الدكتور لو وافقه فهو متهم، لو العمليه لو كان الحاله تنفع فهو بالتالي بريء. طب لو الحاله ما تنفعش يبقى تحول من ان هو بريء الى جاني. الحاله نفسها ما ينفعش يصير. لو الحاله الدكتور قال لها لا بعد اذنك احنا هنقعد شويه كمان، والحاله اصرت، هنا الحاله متهمه. بس لو الدكتور طوعه بقى جاني، يبقى هنا الدكتور اتنقل من مرحلة المتهم للجاني، لأن ما ينفعش الطبيب ينساق ورا الحالة تحت أي بند. في الآخر لما بيحصل مشكلة الحالة بتقول لك حضرتك الدكتور، هو أنا الدكتور؟ مش أنا سألتك؟ هيقول لك بمنتهى، بص الحالة أكتر واحد بيبيع الدكتور في ثانية، ودي معروفة، يتحول تتصرف شطارة. حضرتك مش الدكتور، هو انا الدكتور؟ هو انا افهم زيك يا دكتور؟ مش انت اللي، هو انا قلت لك، بس انت حضرتك انت اللي مسؤول عن الحاله، واي خطا انت المسؤول عنه، سواء كان استعجال او خطه علاجيه غلط، حضرتك المسؤول الوحيد مش الحاله. اذا نذهب الى الجزء الثالث. اتفضل. والاكثر اثاره. وهم، شك ام يقين؟ اكثر يعني حاجات تتعلق بالزراعه هي الاوهام. طبعا كتير جدا طبعًا. جدا من الاوهام طبعًا. متعلقه بالزراعه، يمكن اكثر برانش فيه طبعًا. اوهام طبعا معاك. لو رجل او امراه فقدت اسنان منذ فتره طويله، فم بدون اسنان لسنوات، فيقال لها او تتوهم هي انها لا يمكن ان يتم زراعه أسنانها مرة أخرى بعد هذه السنوات الطويلة، هل هذا الاعتقاد وهم أم شك أم يقين؟ وهم طبعا، مهما فات سنين. يعني هشرحها لك تمام؟ أي حالة إن شاء الله إن شاء الله ينفع يتعمل لها زراعة، بس بإجراءات معينة. يعني حضرتك جت حالة بقى لها مثلا 10 سنين خلع، والفك السفلي خلاص بقى رفيع تمام؟ يعني ما بقاش فيه الثيكنس بتاعنا الكفاية. برضه بجهاز البيزوتون 2 ده جهاز قوي جدا، بيعمل لنا ايه؟ ده بيعمل لنا حاجه اسمها سبليتنج، يعني بيشق في العظم. سبليت يعني يشق بالظبط. فلما بيشق في العظم، انا لما تبقى العظم ماسك في بعضه، فمثلا عرضه 3 مللي، لما بنشقه بيتحول ل 6 بيفتح،
وبتميل الجزء ده عض وبنزرع. بس الحاله تستوعب ان احنا محتاجين نعمل اجراء. يعني حقيقة حضرتك مش هينفع تيجي نزرع، لا، في اجراء الاول، في اجراء تحضيري. انت حضرتك قعدت 10 سنين فالعظم اتاكل، يبقى نعمل الاجراء اللي يوسع لنا العظم ويرجع لنا العظم لوضعه الطبيعي علشان خاطر ازرع لك. انما ما تجيش تقولي لي دكتور انت قلت هينفع ازرع. ايوه هينفع تزرعي لما تعملي اللي اقول لك عليه، عشان الناس بس بتمسك برضه في لك يا دكتور انت قلت مهما كان مهما قعدت 100 سنه هتيجي وازرعي. تمام هتيجي نزرعك، بس لو هنحتاج نعمل زراعه عظم هنعمل زراعه عظم، لو هنحتاج نعمل بون بلوك او هناخد جزء منك من العظم ونحط عظم، يعني زراعه عظم اللي هو البلوك هنعمل، لو محتاجين نعمل رفع جيب انفي هنعمل. كل الاجراءات متاحه، بس حضرتك وافق قول لي تمام انا يعني انا معاك وهوصل معاك للزراعه. فبالتالي انا شايف ان وهم ان الحاله تتخيل انها ما ينفعش تزرع. زراعه في يوم واحد، زراعه اسنان في يوم واحد، هل هذه الجمله وهم ام شك ام يقين؟ لا يقين، موجوده طبعا موجوده، بس الحالات معينه. يعني في زراعه في حاجه اسمها توث انادي، دي معروفه، ده يعني في طب الاسنان بره معروف ان انت ممكن تحصل على سنه في يوم، بس تكون عندك ظروف معينه، الظروف المعينه يكون عندك عظم كفايه يتحط فيه زرعه معينه تحت قوه ربط معينه وبتقيسها بجهاز معين، فبالتالي بتلاقي ان انت لو عديت الرقم ده تقدر ساعتها تعمل ايميديت لودنج خاصه في الاسنان الاماميه. دي حالات كلها اتعملت ايميديت، يعني اتزرعت وتركبت. بس هنا بقى بتتعمل ازاي؟ لان دي صعبه جدا. حاجة دي التركيبه اصلا بري فابريكيتد، يعني معموله قبل الزراعه. هنا الخطه العلاجيه، يعني حضرتك النهارده جه عمل كومبين، اتصور، اتعملت خطه الزرع، اتحطت واحنا بنحط الخطه بنعمل التركيبه، يعني بنحط شكل للتركيبه وبنبدا نعمل التركيبه بري فابريكيتد. دي كلها فولي ديجيتال، يعني العمليه كلها معموله بالكمبيوتر من اول الزرعه نفسها. حضرتك حطت الزرع تتحط بالكمبيوتر، تتحط بجايد معين، لان الجايد ده لو انت دلوقتي عامل تركيبه، التركيبه دي انت حطيت الزرعه نص ملي هتحطها في العظم، انت حطيتها في العظم اهو، لو حطيتها نص ملي بره او جوه، هي جوه العظم وسليمه على فكره وتعيش، هتيجي تركب التركيبه مش تركب، لان التركيبه معموله على بعد معين وعلى مسافه معينه. السؤال القادم ينبغي ان اصيغه لك بطريقه معينه حتى يكون سؤال شكله محترم، لان لو سالته بالطريقه دي هيبقى السؤال شكله مش حلو. واحنا مش هنقبل طبعا. يعني هو لما يجي لك مريض بمعتقد معين يقول لك ايه؟ تمام. انت هتعمل لي زراعه، طب انت هتدخل الماده، الماده دي غير ماء جسمي. تمام. جوه عظمي. تمام. لو هو قال شويه كلام او اتفرج على حلقات معينه، مش دي تعتبر اثاره للعظم وتعتبر شيء غريب داخل جسم الانسان، فده يبقى مثير، والمثير يعمل اريتيشن، والاريتيشن يعمل بروليفريشن، والبروليفريشن ده بقى يبقى دكتور. ممكن يعمل سرطان في الاخر. تمام. في العظم. تمام. كده السؤال يتسال بطريقه شبه يعني كويسه. كان بقى السؤال لو انا سالته لك قلت لك هل الزراعه تعمل سرطان، يبقى انا بتكلم كلام يعني ما يليقش بيا وما ينفعش اساله لك. تمام. لكن انا سالته لك بالطريقه اللي بعض الناس عندهم ثقافات او قراءات ممكن جدا توديهم في معتقدات صحيح. انا اللي هسالك دلوقتي اقول لك وهم او شك او يقين، انا يقينا عارف انه وهم. بالظبط. هتجاوب؟ اما انا جاوبت وهم. انا عارف. وهم تام. وهم تام، لان اصلا الزرعه لما بدانا نشتغل عليها، مش انا طبعا يعني اللي اشتغل عليها اول ما اتعملت في الخمسينات، كان الكونسبت ان العظم بيفتكر التيتانيوم عظم فيخش يترسب فيه، ده الاختراع، ده الاكتشاف. عشان كده حتى العظام بيستعملوا شرايح تيتانيوم اللي بتعمل بيها الكسور والحاجات دي. فالتيتانيوم سبحان الله ربنا خلقه علشان هو زي ما خلقنا الداء خلقنا له الدواء، فربنا الناس اللي بتخلع بتتعوض ازاي؟ ماده تتحط جوه العظم، العظم بيفكرها عظم تخش ينام فيه. هقول لك بقى المفاجأة. المفاجأة اللي عمل الوهم ده عند الناس بعض دكاترة الأسنان. هي دي بقى المفاجأة. كالعادة كنت يعني صريح وحاد جدا في هذا الحوار، يمكن أكثر من الحوار اللي فات في الأسبوع اللي فات. وكانت الحدة باينة
في توضيح بعض الاتهامات وتبيين لماذا تختار نوعية الاتهام، هل هو جاني أم متهم، وكانت البصائر يمكن قليلة جدا لم تذكر. الزراعة الزراعة كان يعني واضح جدا أنه اللي بيغلط فيها عندك بيعتبر جاني حتى مش متهم، بالظبط تعدى مرحلة الاتهام. ولكن أنتم دائما في حوار مثير للغاية، ولكن مع الناس الحلو، خليكم دائما مع الناس الحلو. الأعراض الجانبية لسمنة ممكن نقسمها ببساطة لحاجتين، حاجات عضوية اللي هي حاجات صحية، وحاجات نفسية. كنت باكل وما اتحركش خالص. في وقت زمان أيام 105 سنين كان عندك إحساس إن أنا شبعان؟ مفيش شبع، لو الأكل اللي عاجبني هاكل أكتر. ليه طقوس مختلفة عن بقية الناس؟ والدراسة كنتش بروح المدرسة خالص. بيبدأ ينعزل عن المجتمع الطبيعي. أنت حاسس إن أنت بقيت شخص تاني؟ أنت لما تبص لمحمود حسين القديم تحس مش مصر، ما أعرفش مين ده. يا اما هو ما بيحبش يتصور فما بيتصورش. انت قررت ان انت تعمل عمليه؟ ما خلاص ما فيش امل ان انا اخس. كان احساسي ان احط نفسي مكان المريض ده صعب، ان ما كانش عندي اليقين ان ممكن جراحات السمنه يبقى ليها دور في تغيير مسار الحياه. كان 6 اكس بقى يلبس لارج وميديوم، فانا اسلم عليه واقول له انا محمود، يقول لي انت تجدد طلعت طاقة يا عم. شو لازم اولا واخيرا تعرف انه الجسم نعمة من ربنا، ما ينفعش ان احنا نحطها في هذا الشكل الخزعبلي، ان ربنا خلقنا في احسن تصوير، وان احنا اللي بنغير هذا الاحسن تصوير، واللي في ايدنا ان احنا نرجعه برضه بالعلم اللي ربنا ادهولنا الى احسن تصوير. سبب من اسباب نجاح الطبيب في جراحات السمنه هي متابعه المريض فيما بعد العمليه، ان التاثير النفسي لجراحات السمنه اكتر بكتير قوي من التاثير العضوي.